فئة معينة هذه البضاعة الفاسدة بتتلقاها لأنه عندها يا إما جهل يا إما استقطاب يا إما فساد في الوعي أو لا وعي، باب خلفي غير نقي. ويشهد على ذلك صاحب القناة في هذا الوقت سليمان عامر، وكتب أنه عاش نزوات لكنه أبدا در أن يقوله أي إنسان عدة صحف ومجلات أشار عن ذلك.